السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزام ورجعنا لكم اليوم في مقطع جديد. مقطعنا يا شباب اليوم راح نستغل ثغرة اللاعبين، يعني متحمسين على السيزون جديد وزي كذا. وش راح نسوي اليوم؟ راح نسوي سكاي بيس. اوكي، يعني الناس منشغلين بالسيزون جديد وزي كذا، صح انا احس اني تأخرت شوي، بس ان شاء الله ما حد ينتبه، يعني ان شاء الله نلعب كذا وما حد يركز انه سكاي بيس انا فوق او زي كذا. هذا هو طريقة المقطع حقنا اليوم. لا تقصروا معنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يجيكم كل شيء جديد في القناة، وان شاء الله ما حد يقفطنا، يعني ما حد يقفطنا الا كذا، يعني يا رب يكون المقطع يعني كذا فلة وحق استهبال وطقطقة. بس هذا كان مقطعنا اليوم. وش مرحنا هي على طول. اوكي، يلا خليكم في المقطع. اوكي يا شباب، زي ما تشوفون نقدر نقول يعني انه خلاص يعني مواردنا فل تقريبا. خلاص مواردنا فلنا خشب حجر كويس، بس ابي لي اجمع شوي. بس المشكله انه يعني لو بديت من هنا، يعني الحين انا قاعد افكر بمكان استراتيجي يعني عشان ابدا فيه السكاي بيس، فهمتوا؟ فاحتمالي لو بديتها من هنا، يعني الحين انا مكان بالنص بين تلتد بين ويمجوز بين، يعني فهمتوا؟ يعني مكان بالوسط مره، فيبي لي مكان استراتيجي. بس الحين اشوف لكم مكان، بشوف مكان استراتيجي عشان اسوي فيه سكاي بيس وارجع لكم. اوكي يا شباب، بعد ما جمعنا شويه موارد حلوه من الحجر، الفينك هذا كل شويتين، جيت اشوف مكان استراتيجي قاعد ادور، فحصلت انه ويمبينج وودز ما هي بحلوه مكان تبدا فيها السكاي بيس، فقررت اني يعني ابعد شوي من ويمبينج وودز عشان حتى الناس، يعني في ناس ورا ويمبينج وودز ما في ناس تقريبا تنزل تلوت، فقررت اني ابعد ورا شويه، يعني تقريبا من جهه ورا سليربي ورا شوي زياده. اوكي ورا زيادة زي ما تشوفون الحين قدام، ايوه اوكي هنا. راح ابدا من ورا احسن، لانه ما فيه ناس يكونوا ورا، ومكان استراتيجي يعني ما ادري ايش استراتيجي يعني، بس يعني مكان كويس الزبدة. انا جت ببالي كذا قلت مكان كويس. المهم هذا هو المكان اللي بيروح لنبدا منه سكاي بيس. بس يلا احنا نروح للمكان عشان نسوي سكاي بيس. اوكي يا شباب، بعد ما وصلنا للمكان اللي نبدا فيه سكاي بيس، قررت اني اروح ابني من هنا لبدايه المكان، بعدين ارجع اطلع لفوق، بعدين ابدا امشي لعند الزون وزي كذا. تقريبا تقدر تقولون نبدا سكاي بيس من هنا، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما حد يقفطنا يا رب. ف اوكي يا رب من اول، لو ما شاء الله يعني لو تضبط من اول مره السكاي بيس. يا اخي قاعد اتكلم انا، طيب يا اخي قاعد اقول لو تضبط، طيب جاي تخرب علي ليه؟ استغفر الله العظيم، يعني اللي قاعد يتكلم والله ما ادري ليش صراحة، يعني انا قاعد ابي اتكلم واقول يا رب يضبط ويجي يذبحني. اوكي زي ما تعرفون اول جيم ما يحسب اكيد. اوكي يا شباب، زي ما تشوفون رحنا الجيم للثاني، بعد ما قفطنا ذاك ما ادري كيف، المهم يعني حتى وانا باخر الماب جاي يقفطني ما ادري كيف. المهم برجع ثاني مرة ويمينج وودز، بس ماني داخل بالمدينة نفسها، يعني لأنه في زومبي وناس كثير نازلين، يعني كثير، فراح انزل في مكان البرج الحراسة من شو اسمه هذا المكان اللويت، وفي زي ما تشوفوا ما شاء الله في شجر مليان، راح افلل 100% فموارد يعني، فراح انزل هنا يعني راح الويت وبعدين اجمع موارد وبعدين ارجع لكم. اوكي تكفى، اذا وصلنا خلينا ناخذ بس ال 30 موارد هذه بدون ما تسوي شيء انت. يا ربي لا 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 لا، تكفى يرحم لي ابوك، ايش فيك انت؟ هي هدي علينا، هدي. لا جايني داعس من اخر الدنيا جاي يقبعني، وين رايح انت؟ هديها ترى بني ادم انا. اوكي يا عم الخرع، خلونا نتنفس شوي شباب. قلتشت وانا لاكس، ايش فيه؟ ايه ايش الاكس الحين؟ غلط مني ولا من اللعبه ولا ايش؟ بس اشك في نفسي الحين انا. اوكي يا شباب، اوكي خلنا نروح نجمع موارد شوي ونرجع لكم. اوكي باذن الله. وات ثاني مره الاكس يعلق،
ولد ايش في ايش في ام الاكس يا شباب اوي ثاني مرتين يعلق ايش في يعني يعني بس انا يعني مثلث يعني بس مثلثين يعني تقريبا بدلت بين الاسلحة بس يعني ما سويت شي غلط انا طيب عشان يعلق يعني اوكي اوكي بوم بوم حلو حلو اوكي اوكي لو يعلق ثالث مرة تمام لو يعلق ثالث مرة الاكس يعني راح يكون من الاكسات اللي اكثر من اكثر بكاكسات تعلق يعني مدري تذكرون ولا لا البكاكسة ما كان يدم يمكن من ضربتين يذبح الواحد والهيتشوت يدمج 84 كان معلق بس بإذن الله بإذن الله ما يعلق ثاني مرة بإذن الله بإذن الله اوكي يا شباب يا ربي يا ولد يا الاكس يا ايش في يا الاكس معلق ثلاث مرات يعني في جيم واحد يا ليت في مقطع واحد في جيم واحد يا ها ايش فيه اوكي اوكي بدينا السكاي بيس اوكي اوكي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب منطيح يا رب اوكي 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 خلنا نشوف في واحد راني يطيحنا ولا شيء لا اوكي اوكي وضعنا كويس وضعنا كويس وضعنا حلو 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 المشكله يا شباب ان ما فللت ولا مورد من الموارد يعني ما فللت لا خشب ولا فللت حجر ولا فللت حديد تقريبا كنت 800 900 خشب ونفس الكلام مع الحجر زي ما تشوفون 637 شوفوا اوكي اوكي ما حد يطيحني حلو 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 كويس كويس مرة كويس اوكي خلنا نشوف نظرة على الماب نشوف وش سوى المكعبات شوف اوح والله صراحة الماب يا شباب تصفق شويتين فا وانا نشوف ما شاء الله يعني انا طلعت سكاي بس لفوق شو اسمه الفقاعة طلعت لفوقها حقة الزومبي اوكي الحين حنا بس نبي الحين ننتظر شيء بس لما يبدأ يقفل الزون نروح للزون اللي بعده والزون الزون اللي بعده فهمتوا كذا بس خليكم في المقطع اوكي يا شباب يعني احنا قاعدين نمشي للزون اوكي تقريبا بس واحده بس دخلنا الزون اوكي خلاص بس دخلنا الزون كويس بس المشكله يا شباب تخيلوا باقي لي ثلاث تقريبا 600 و اصبر 600 وشوي 634 موارد اوكي مره يعني قليله مره انا بس اتمنى ان على الاقل يوديني للبحر بس اللي عند ليزي يا رب يوديني اوكي يعني نقدر نقول احنا اوضاعنا كويسه الحين ما حد قافطنا ولا شيء عندي مشكلتين يعني يا موارد قليله يا رب توديني لا عند المويه اللي عند ليزي وعندي المشكله الثانيه ان لو طحت وش اللي يعني ما يخليني فل ما ادري وش نسيت اسم الكلمه يعني ما اطيح فل دمج ايوه يعني ما اطيح كامل الدمج يعني فان شاء الله ان شاء الله المويه حقته تكفيني لا اخر شيء باذن الله اوكي اوكي باقي لنا 230 37 يا رب تكفينا للزون المشكله ان الزون يا شباب ما تقدر تمشي بنايه واحده اوكي بيع ما جمع 100 خلاص جي يا رب نحصل لنا بوش تحت بس خلنا نمشي بس لاخر شيء يا رب نحصل لنا بوش تحت نطيح عليه بس بس شوفوا لا تقول ما في بوش لا تقول شو الحظ الخايس ما في بوش لا يا القهر لا خلاص نقدر نقول جي جي يعني صراحة جي جي يقلع عم القهر يا شباب والله قهر 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 والله كان جيم كويس ما حد قفطنا اوكي ليش كذا يعني لازم سكاي بيس ما يكمل سكاي بيس لازم يصير شيء غلط اوكي اوكي يا شباب خلنا نروح الجيم اللي بعده باذن الله نكون نجيب يعني سكاي بيس كويس باذن الله اوكي يا شباب اخر جيم عشان ما نبي يطول المقطع زياده فاحتمالينا اوكي اوكي من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا اللي عنده خلط بس من هو اوكي اح 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 لا وبوت يسوي كذا يعني شوفوا يعني ما ادري بس يعني الدرجه ذي يعني ايبك جيمز كذا عباطه كذا الدرجه ذي يعني حتى يدمج كذا وين يوه اوكي اوكي كنت اقول يعني اخر جيم في المقطع ذا واحتماليه ما ادري بس ان شاء الله ان سلسله يعني راح نسوي سلسله عن سكاي بيس باذن الله احتماليه بعدين اني اكون مثلا انزل انا واحد من اخويا مثلا خالد دمار او اي واحد ما ادري صراحه بس احتماليه بعدين او انا لوحدي كيفكم شيء راجع لكم تبوني سو سكاي بيس مع سيزون جداي بنص السيزون
براحتكم كيفكم تبوني لحالي يعني الاشياء هذه اكتبوها لنا في التعليقات اوكي. الحين بس نبي نجمع لنا مواد يعني تقريبا الحين احنا وضعنا كويسة يعني بس يبي لنا نجمع لنا شوية بس موارد كذا بس ونشوف لنا حاجة اذا طحنا ما تسوي لنا فول دمج وبس بس هذا الاشياء اللي نحتاجهم بس اوكي يا شباب عرفتوا من هنا بس الصورة فهمتوا شيء ايش بسوي انا 3 2 1 اوكي. اللي ما عرف انا وش المقصد اللي اني جيت لهنا ايش هو اني انا راح ابدا من هنا سكاي بيس ليش لان عندي حقة المكعب هذه مدري وش لها ولا تقعد تنقلك او تتنقل فيها هذه اذا طحت لعندها تساعدني يعني مثلا واحد لا قدر الله كسر علي يا رب ذا الشيء ما يصير انه احد يكسر علي باذن الله يعني ما حد يكسر علي راح ابدا من هنا اذا طحت اطيح عند حقة الهواء وكمان ابدا من ورا يعني مكان ما فيه ناس باذن الله يعني ما حد يكسر علي في عدد طلقات وشي اوكي في واحد كسر علي شوفوا يا رب ذي تحتي اوكي تحتي بالضبط القم القم يا حبيبي اح ايش ذا يا مص تخيل يكون بوت يا شباب تخيل يكون بوت يكسر علي ويعني ولو ذبحني يعني طلع بوت والله لا انقهر اوكي شفتوا كيف طلع ذكي 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 ابدا مكان استراتيجي يعني نقدر نقول ملك السكاي بيس ولا اوكي الخيار لكم الخيار لكم اوكي الحين بس نجمع لنا موارد على يعني عشان اللي قبل شوية ضاعت بس يعني نعوض عليها وبعدين نرجع نعمل سكاي بيس ثاني مره ولا نبدا من الحين ما في مشكله اوكي خلاص نبدا من الحين ما فرقت كثير كمان عندي مشكله واحده انه يعني ما عندي شيء اذا طحت ما يسوي لي فول دمج فيا رب يا رب ما حد يطيحنا بس شوفوا خذوا قاعدة يا شباب يعني مو بخذوها انتو يعني بس في قاعدة انا قبل شوي كده اسويها ايش هي اني اذا انت يعني بالمرة الاولى فشلت او زي كذا عادي حاول اكثر من مرة حاول اوكي البنك هذا وقت الحكمة وقت الحكمة بدل البنك يصير حلو ما شاء الله يعني وقت الحكمة بس يا رب الزلمة ما يدمجني بس عندي ميديك بس يا ما يدمجني اوكي اوكي بدا يتعدل خلاص كويس الحكمه يعني ايش كان مقصد الحكمه انك اذا فشلت عيد ما فيه مشكله ثاني مره وراح باذن الله راح تنجح يعني اوكي اتوقع كذا بس خلينا ننتظر الزون اللي بعده نروح اللي بعده اللي بعده اللي بعده اوكي يا شباب زي ما تشوفون ما عندي موارد كثير تقريبا باقي ابو 300 زي كذا ما راح تكفيني صح انه كان يعني ما كان استراتيجي يعني وسحب ضباب زي كذا كان راح يساعدني كثير 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 مرة كان راح يساعدني بس وش نسوي ما عندي موارد والحمد لله لك يا رب إنه تحتي البحر أو العطين مدري نهر مدري وش يتوقع بحر الحمد لله لك يا رب بس نتأكد إذا هو تحتي ولا لا أوكي هو تحتي خلاص راح ننزل وتوقع راح نكمل الجيم من هنا بس توقع كذا بس خلاص راح نكمل الجيم بإذن الله يعني راح نفوز بدنا ما يكون في معرقين زيادة كيف في واحد قاعد يطير عندي فيب يب 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 كلمة شاد يب 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 كيد واحد يطير عندك خلص من الفايت شاف واحد كذا بريء كذا ما له دخل في الحياة كذا جالس جاي في أمان الله فجأة كذا يبي يطب عليه أوكي حركة ببالي بيسويها ما عندي بعيد أوكي زي ما توقعت ما راح أسويه راح أجيبه أوكي مع سباس ولو توم خلص فايت دمجني مفعل وراي تمام وضعنا كويسة يعني تقريبا ما دمجنا كثير من الموارد شويتين يعني الموارد اللي جمعتها تعبت فيها الفاضي وفي واحد ملقوف كالعادة يعني كالعادة في واحد ملقوف قاعد يشلت بس طنك بس كذا يوقف اشرب شيلد اوكي ذاك اللي بعيد والله ودي فيه كذا من بيت كذا اذبح بس اوكي كذا اذبحه بس اذبحه كذا وارجع اخذ لوته اوكي بشوفه بس يطلع كذا اوكي طلع راسك تكفى طلع راسك اوكي القم 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 لا تلقف لا تصير من النوعيات اللي ملقوفه تمام لا تصير من النوعيات الملقوفه احسن فايت بين واحد وواحد يا اخي دخلك يا اخي اوكي والله ودي اروح لوته بس يا رب ما يكفطني ذا المعرق اللي هنا فا سحول يا ربي يا رب يكفطني احنا بكاكس النجم المقلتش ذا اوكي يا رب ما يصير شيء يا رب اوكي نقدر نقول وصلنا حلو
اخص 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 معلك معاك الاسلحه هذه وما قدرت الدرعم. اوكي معلوت كويس. اوكي خلينا نشوف ايش صار مع ذاك اللي تحت. اوكي غبي قاعد يكسر بيكسر. طلع راسك بيدمشك بس. اوكي يا شباب صراحه يعني ما ادري ايش الجيم الغريب هذا الفريد من نوعه صراحه، على اساس ان المقطع كان سكاي بيس طلع بطوله ما ادري ايش فيه. شوف الزون صغير وثلاثه باقي يعني انا الثالث كمان، وفي واحد فوقي معاه ماخذ مكان سبحان الله مره كويس. ودي اطيح بس وقف خلنا اشوف اقدر اطيح ولا لا. الا صح اقدر اطيح صح اللي اقدر اقدر اقدر. اوكي خلنا من ارضيه عشان ما يتكسر طول يدمجني. اوكي تمام تمام تمام. اوكي اوكي تمام طيحته. حلو حلو. اوكي شكله ما حقت فينو ما ادري حقت كارنيج. اوكي واحد هرم علي. ابني هرم ابني هرم. ايش الجيم هذا يا اخي حرام يا اخي ليه تطب علي انت كذا ليه؟ اخ شكل هذا اللي طيحته اللي كان فوق وما حقت فينو ما ادري حقت كارنيج. اخ القهر. اوكي يا شباب زي ما تشوفون والله حاولنا نفوز نسوي سكاي بس نفوز بس يعني جلدونا. اوكي يا شباب كذا وصلنا نهاية المقطع. لا تقصروا معنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يجيكم كل شيء جديد في القناة. ومع السلامة.